بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب سنن الترمذي توقفنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء من الأحاديث التي تبين أحكام الطلاق واللعان. والطلاق هو قطع الأثار المترتبة على عقد النكاح، وليس الطلاق إبطال العقد، لأن العقد صحيح، يعني عقد النكاح إذا كان صحيحا فالطلاق لا يبطل العقد، وإنما يوقف الآثار المترتبة على العقد. فالآثار المترتبة على العقد أن تملك المرأة نفسها لزوجها، وله القوام عليها، ولها عنده النفقة والسكنة والمبيت عندها، إذا كان متزوج أكثر من امرأة أن يبيت عندها بالقسمة، وأن يكسوها، فهذا واجب عليه تجاه المرأة. فهذه آثار مترتبة على عقد النكاح، هذه آثار مترتبة على عقد النكاح. الطلاق يوقف هذه الآثار، فهي لا تصبح ملكا لهذا الرجل، وأيضا لا يجب لها عليه شيء من النفقة والسكنة والكسوة وغير ذلك من الأشياء الواجبة من المبيت إذا كان متزوجا أكثر من امرأة. وقد يقول القائل لكنه ينفق عليها في مدة العدة، إنه يجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة. نقول أن الطلاق يوقف الآثار بعد العدة، لأن المرأة في زمن العدة ما زالت لزوجها، ما زالت لزوجها، بمعنى أنها لو توفيت في العدة يرثها. العلاقة الزوجية قائمة، العلاقة الزوجية قائمة مدة العدة، لا تنقطع بمجرد أنه قال لها أنت طالق فتقف الآثار المترتبة، لا، بل يتظل العلاقة الزوجية قائمة حتى تنتهي مدة العدة، بمعنى أنه ينفق عليها ويكسوها ويسكنها، لأنها تعتد في بيت زوجها. المرأة تعتد في بيت زوجها، إذا طلقت تعتد في بيت الزوجية، في بيت الزوج. ويقول قائل طب هل يجامعها؟ إذا جامعها يكون قد ردها، يبقى كده إذا جامعها يكون ردها في الطلاق الرجعي، لأنه لو طلقها ثلاثا وبانت منه أن هنا تنقطع تنقطع العلاقة الزوجية في الطلاق البائن بينونة كبرى، وتقف الآثار المترتبة عليه بمجرد الطلاق. لكن في الطلاق الرجعي اللي هي في الطلقة الأولى والثانية لا تقف الآثار المترتبة على الطلاق إلا بعد العد، إلا بعد العد. فإذا جمعها أثناء العدة يكون قد ردها إليه، يبقى كده رد الزوجة إليه. فإذا هناك نوعان من الطلاق، الطلاق البائن بينونة صغرى وهو يسمى بالطلاق الرجعي، وطلاق بائن بينونة كبرى وهو طلاق البتة، يسمى طلاق البتة، والمرأة تسمى مبتوتة، لأن هذا طلاق قطعي، هذا طلاق
قطعي حسمي، يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا طلقها ثلاثا. إذا عندنا نوع من نوعين من الطلاق، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى بنسميه الطلاق الرجعي، وهذا في الطلقة الأولى والثانية. وفي الثالثة إذا طلقها الطلقة الثالثة تكون طالق طلاقا مبتوتا قطعيا، طلاق نسميه بينونة تبين. من تبين يعني كلمة تبين يعني تنفصل، والبائن هو المنفصل، البائن هو المنفصل، فهي تبين منه بينونة كبرى تنفصل عنه انفصالا كبيرا، يعني لا تحل له. وهذه لا تعتد في بيت الزوجية لأن الأثر توقفت بمجرد الطلاق، هذا في البينونة الكبرى. في البينونة الصغرى لا تتوقف الأثر إلا بعد العد. يبقى إذن لكي نصحح المفاهيم التي هي خاطئة عند كثير من الناس، أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد الطلاق، وإنما تنتهي بمجرد انتهاء العد. انتهاء العد، هل للمرأة على زوجها حقوق أثناء العدة؟ لها عليه الحقوق، كل الحقوق، لا عليه كل الحقوق. هو طلقها لا يجامعها، إذا جامعها يكون ردها، إذا جامعها يبقى ردها. وهل يجوز الرد بغير الجماع؟ يجوز أن يقول أنه ردها إليه، يقول رددتك إليه، أو يشهد شهود يقول طلقت زوجتي ثم رددتها، يقول هذا فيكون قد ردها، فيكون قد ردها. يبقى المرأة إذا بانت من زوجها، إذا بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا أراد أن يرجع إليها، يعني تزوج زوجا آخر زواجا على سبيل التأبيد، زواجا على سبيل التأبيد مش التحليل، إنها تزوجت محلل، لا، هي تزوجت زوج على أساس تعيش معاه، فالمعيشة لم تستقم فطلقها. وأراد الزوج الأول أن يرجع إليها، يرجع إليها كخاطب من الخطاب، ملوش حق زيادة، يخطبها زي ما أي واحد بيخطبها، بمهر جديد وعقد جديد. طب البائنة بينونة صغرى اللي هي إذا طلقها طلاقا رجعيا، إذا طلق المرأة طلاقا رجعيا، إذا كان في العدة فمن حقه أن يردها بدون إذن وليها، وليس لها خيار وليس لها أن تمتنع. إذا كانت أثناء العدة فردها إلى نفسه، مش من حقها تقول له لأ، لأن العلاقة الزوجية من ما انقطعتش، العلاقة الزوجية ما انقطعتش، ما زالت في العدة، وليس لوليها أي حق في منعها من زوجها، ما يقدرش وليها يقول له لا ما ترجعهاش أو مش هدها لك، ليس هذا من حقه. والمرأة إذا امتنعت تكون ناشزا، ليس لها أي حقوق. طب إذا انتهت مدة العدة وأراد أن يرجع إليها الزوج، يرجع كخاطب من الخطاب، ومن حق وليها أن يمنعها منه ويزوجها لغيره، ومن حقها أن لا ترجع إليه، وبعقد جديد ومهر جديد. طب في العدة هيعمل عقد جديد؟ لا. هيدفع مهر؟ لا، في العدة لا، إذا رجعها في العدة ليس لها مهر جديد ولا عقد جديد. إذا انتهت العدة إذا أراد أن يرجع إليها يبقى بعقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي ورضاها. في أثناء العدة كل ده لأ، لا يعتبر لا رضاها ولا موافقة الولي ولا مهر جديد ولا عقد جديد، إذا كان هذا في في العدة، إذا كان هذا في العدة. يبقى عندنا زي ما قلنا الطلاق نوعين، طلاق رجعي وطلاق البتة اللي هو الطلاق الثلاث.
والطلاق الرجعي فيه العدة، وهناك فرق بين الرجوع إليها في العدة والرجوع إليها بعد الإيه؟ والرجوع إليها بعد العدة. في الطلاق البتة لا يجوز له أن يرجع إليها إلا أن تتزوج زوجا غيره زواجا على سبيل التأبيد ثم يطلقها، فيجوز له أن يرجع إليها بمهر جديد وعقد جديد. هذا هو الفرق. لكن هل كل التفريق بين الزوجين محصور في الطلاق بس؟ لا، عندنا أنواع تانية غير الطلاق، منها اللعان كما ذكر. لو أن رجل اتهم زوجته بالزنا ولا يستطيع أن يأتي بأربعة شهود، ما يقدرش يجيب أربعة شهود على أنها زنت، ليس له شاهد إلا نفسه، ما عندوش شهود إلا نفسه إنه يكون رآها تزني ولا يستطيع، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما قال الرجل يا رسول الله أأدخل على امرأتي وعندها رجل فأذهب لا أهيجهما حتى أذهب آتي بأربع الشهود يشهدون عليها؟ قال نعم. فصعب ذلك على الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان، الذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، العذاب اللي هو إيه؟ الحد اللي هو الرجم، لأنها إذا ما شهدتش يبقى هترجم على أنها زانية، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حدث هذا التلاعن، يعني يجي الزوج يقول أشهد بالله أني من الصادقين، 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 والخامسة يقول إيه؟ أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين أنه بيكذب عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما ولا يحل أحدهما للآخر أبدا، ينفعش دي ترجع له ولا هو يرجع له، ينفعش ها؟ ولا يقبل لها توبة حتى تعترف بجرمها إن كانت فعلت هذا، كانت فعلت هذا. إذن هذا نوع من التفريق اللي هو اللعان، ده هيفرق إيه؟ هيفرق بينهم. هنسميه طلاق؟ لا، هذا ليس بطلاق، هذا تفريق، لأنها لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، مش هيرجع لها تاني أبدا ولا هي تعود إليه أبدا. هناك أيضا هناك نوع من التفريق يسمى الفسخ، يسمى الفسخ. الفسخ الفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق هو إبطال الآثار المترتبة على العقد، مش كده؟ الفسخ إبطال العقد نفسه، الفسخ إبطال العقد نفسه. الطلاق ما بيبطلش العقد، عقد النكاح صحيح، لكن بيبطل الآثار المترتبة عليه، إنما الفسخ بيبطل العقد نفسه. كأن يكون رجل تزوج امرأة دون إذن وليها، فنكاحه إذن إيه؟ باطل، نكاحه باطل. فهو كان يظن أن النكاح صحيح، كان يأخذ بقول أبي حنيفة في ذلك مثلا، ويظن أن النكاح صحيح، فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، يبقى هذا إيه؟ النكاح يفسخ. يفسخ يبقى إيه؟ يبطل العقد نفسه، يبطل العقد الأول، يبطل العقد الإيه؟ الأول. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ الفرق إن الرجل ده لو عاد صحح النكاح وتزوج المرأة ما تحسبش دي طلقة، ما يحسبش إيه؟ لا تحسب طلقة عليه، لأن ده مش طلاق، ده فسخ، يعني إبطال العقد الأول، إبطال العقد الأول، لأن التاني اللي طلق زوجته
ثم رجع إليها، هيرجع لها بما بقي له من إيه؟ من طلقات. كان طلقها طلقة يبقى بقي له إيه؟ طلقتين. طلقها اتنين يبقى بقي له واحدة، مش كده؟ طب ده اللي فسخنا عقده، وبعدين رح عامل عقد جديد عليها بموافقة الولي وتزوجها، هتحسب له دي طلقة؟ ما تحسبش طلقة، لأن ده فسخ مش طلاق، ده ابطل العقد الأول، ابطل العقد الأول. كذلك إذا حدث شرط مخل بالعقد هيفسخ، مش هيبقى طلاق. يعني تزوجت امرأة رجل فوجدته عنين ليس له في النساء، فعند ذلك يفسخ. ليه يفسخ العقد؟ ليه؟ لأنه هنا المصلحة المترتبة على العقد غير موجودة. أو أنه تزوج امرأة فوجد بها مرض خطير معدي ينتقل مثلا جلدي أو منفر لا يستطيع أن يقربها، لوجود مرض جلدي منفر شديد، فهذا عيب، هيفسخ به العقد، ده يبقاش طلاق، ده ابطل العقد، لأن هذا عيب. زي واحد راح اشترى سلعة وبعدين لقى فيها عيب فبيرجعها بالعيب وياخد ايه؟ ياخد فلوسه، ياخد فلوسه. يبقى هذا ابطال الفسخ العقد، هو ابطال العقد الاول، ابطال العقد الاول. يبقى كل واحد هياخد حقه، مش هيبقى لها هي المهر، هيرجع له المهر تاني. ليه؟ لانه ما استفادش من هذا الزواج، لم يستفد من هذا الزواج. ان كان دخل بها يبقى لها المهر بما استحل من فرجها، ما دخلش بها يبقى يرجع له المهر تاني، يعود له المهر مرة ثانية. أيضا بالنسبة للفسخ، هناك أيضا فراق اسمه الخلع، اسمه الايه؟ الخلع. بعض الناس يقول انه الشرع أعطى الرجل حق تطليق المرأة، إذا كرهها طلقها، إذا لم يردها طلقها، إذا حدث منها نفرة طلقها، لكن هي إذا حدث هذا منها لزوجها تظل حبيسة عنده. هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، لأن المرأة تستطيع أن تخلع نفسها من زوجها، ولكن إذا خلعت نفسها ترد إليه كل ما أخذته منه، لأنه هو إذا طلقها أعطاها إيه؟ حقوقها، بيعطيها المهر كاملا إذا كان دخل بها، ويعطيها نصف المهر إن لم يكن دخل بها، وبيعطيها نفقة العدة إذا كان دخل بها، لأنه المرأة غير لم يدخل بها ليس لها عدة، المرأة التي لم يدخل بها ليس لها عدة، لكن إذا دخل بها بيعطيها المهر كاملا ويعطيها نفقة العدة ويمتعها، يديها متعة مبلغ من المال أو من المتاع يمتعها به، فهذا حقها تأخذه كاملا. فهي إذا رفضته أو هي لا تريده أو كرهته أو لا تستطيع العيش منه معه أو تجد نفرة، ففي هذه الحالة تطلب أن يخلعها القاضي منه، القاضي يخلعها منه على أن ترد له كل ما أخذته، ترد كل ما أخذته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: بلى. فردتها وخلعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجه. هل الخلع طلاق أم لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يحسب طلقة إذا رجع لبعضهما بعد ذلك، هل تحسب طلقة أم لا؟ بعض أهل العلم يعده طلقة، والبعض الآخر يرى أنه ليس بطلق، أن الخلع ليس بطلق. لكن أردنا أن ننبه على أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة في مواطن، منها الطلاق، ومنها اللعان، ومنها الفسخ، ومنها الخلع، ومنها الخلع. هذا اللي يعني ورد في الكلام على التفريق بين الرجل وبين المرأة. يقول: باب في طلاق السنة،
يعني يعني هذا الكلام معناه ان في طلاق بدعي؟ نعم، في طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، أو تكون حامل بينة الحمل، أو تكون حامل بينة الحمل. إذا طلقها الرجل في طهر مسها فيه، يعني هي طاهر لكن جامعها في هذا الطهر، نسميه طلاق إيه؟ بدعي، نسميه طلاق بدعي. وإذا طلقها وهي حائض يبقى هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. طلقها وهي نفساء فهذا طلاق بدعي. لابد أن يطلقها هذا الرجل في إيه؟ في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. لما ننظر في الحكمة في أن يطلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه، نلمح حكمة الشرع في ذلك، إن الإنسان لو امتثل الشرع تقل حالات الطلاق، تقل بدرجة كبيرة جدا، يعني ممكن تقل 90% عن الموجود من حالات الطلاق الآن. ليه؟ لأن الإنسان بيبقى زعلان ومتضايق من موقف معين فيطلق زوجته. يعني هو طلقها قبل العشاء، تلاقيه جاي لنا احنا ايه في صلاة العشاء يقول لك انا عايز ارجع مراتي، انا ما طلقتها وانا كنت زعلان متضايق متنرفز مش عارف ايه حاجات زي كده. يعني هو لو انتظر الخمس دقايق دول ما كانش ايه، ما كانش طلقها. طب احنا لو قلنا هيطلقها في طهر لم يمسها فيه، يبقى اذا لو مسها في هذا الطهر هيستنى عشان يطلقها، يستنى لما تحيض ثم تطهر ثم ايه يطلق. هيستنى قد ايه؟ ممكن شهر، مش كده؟ ممكن 20 يوم، ممكن 25 يوم، ممكن حتى يوم، ممكن حتى. ده مش معقول يعني، لان هي لو كان اخر يوم في طهرها فده لسه هتحيض وتطهر من حيضها، يبقى على الاقل قدامنا اسبوع. ممكن تكون النفوس ايه كلها هديت، ولو ما هديتش تكون الناس تدخلت، والناس اهله واهلها تدخلوا فاصلحوا، يبقى مش هيحدث الطلاق، مش كده ولا ايه؟ يبقى هتقل حالات الطلاق كثير. لو هي حائض مش هينفع يطلقها في الايه، يعني مش هينفع سنيا يعني، لكن الطلاق يقع. الطلاق اذا طلقها وهي حائض الطلاق يقع، هذا مذهب الائمه الاربعه. فنقول ان هو لو هي حائض وعايز يطلقها، حدث موقف وعايز يطلقها، هيستنى لما ايه؟ لما تطهر. هيستنى له يومين ثلاثة أربعة سبعة إلى أن تطهر، يكون هدأ ولا ما هدأش؟ يكون هذا، لأن كثير من حالات الطلاق بنجد أن الناس بمجرد ما يطلق زوجته بعد 10 دقائق وخمس دقائق ونص ساعة يجي وهي جاية وراه يقول لك ده طلقها وعايز يرجعها وإزاي وما كانش يعني، بس الشيطان تدخل. طب هو لو قعد أسبوع سبع أربع أيام خمس أيام يكون هدأ. ودي فائدة الطلاق الإيه؟ الطلاق السني. فإذا الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يطلقها في طهر لم يمسها فيه. إذا طلقها في طهر مسها فيه أو هي حائض يبقى هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. لكن هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ الصحيح أنه يقع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، يقع ويأثم لمخالفته السنة، يقع ويأثم لمخالفته السنة، لكن الطلاق البدعي يقع. في طلاق بدعي تاني أن يطلقها ثلاثا في لفظة، يقول لها أنت طالق بالثلاثة، ده طلاق بدعي، لأن الطلاق ليس طلقتان وإنما الطلاق إيه؟ مرتان، والمرة تالي المرة. ما ربنا ما قالش الطلاق طلقتان عشان نقول احنا طالق بالثلاثة ولا طالق بالاثنين ولا طالق بالواحدة، ها؟ ربنا قال ايه؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمرة تأتي بعد المرة، يعني يقول لها أنت طالق، عايز يطلقها تاني يقول لها أنت طالق، عايز يطلقها تالت يقول لها أنت طالق. يبقى كده ايه؟
يبقى كده طلق الثلاث. أما لو قال لها أنت طالق بالثلاثة فهذا طلاق بدعي ويقع واحدة. طلاق بدعي لكن يقع إيه؟ يقع واحدة، ما يعتبرش فيه الثلاث. إمتى يعتبر الثلاث؟ لو قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يبقى يقع ثلاثة، لأن دي مرة بعد مرة بعد إيه؟ بعد مرة، يبقى كده تقع ثلاثة. لكن إذا كان بيقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن في المرة الثانية والثالثة بيأكد الأولانية، مش بينشئ طلاق جديد، يبقى إيه؟ يبقى يقع مرة، لأن هو ما بيطلقش ثلاثة، ده هو بيأكد على الطلقة اللي طلقها. أو قال لها أنت طالق، فهو طالع الجيران قبلوه إهدى بس، قال لهم لا هي طالق. فدي حكاية الطلاق وليس إنشاء طلاق إيه؟ جديد. فقابله والدها أنت عملت إيه؟ قال له طلقتها. فكل ده حكاية في الإيه؟ في الطلاق. فإذا كان الطلاق الثاني والثالث هنا تأكيد للطلقة الأولى أو حكاية للطلاق، يبقى ده مش حقيقي، مش هيبقى طلاق جديد، هيعتبر الطلاق الأول اللي هي الوحدة الأولانية اللي طلق. لكن لو كان ينوي إنشاء طلاق جديد، قال لها أنت طالق، وبعدين قال لها أنت طالق أو أنت طالق، ويقصد إنشاء الطلاق الثاني وإنشاء الطلاق الثالث، يبقى هذا الطلاق إيه؟ يقع ثلاثا، لأنه مرة بعد مرة بعد مرة، مرة بعد مرة بعد مرة. فهذا يعني تفسير بسيط كده لما يتعلق بالإيه؟ بالطلاق. أما ما يتعلق بالعدة، فالعدة عندنا أنواع. المرأة التي لم يدخل بها زوجها عدتها لها عدة؟ ها؟ ليس لها عدة. متى يكون لها عدة؟ ها؟ في حالة الوفاة. إذا كان لم يدخل بها وتوفي عنها تعتد منه ولا لا تعتد؟ تعتد 4 أشهر و10، تعتد 4 أشهر و10. ليه؟ لأنه هنا العدة، العدة في غير المدخول بها، العدة في غير مدخول بها ملهاش لازمة، لأن العدة بيستبين بها إيه؟ براءة الرحم. براءة الرحم. طب براءة الرحم بتحدث بحيضة، براءة الرحم بتحدث بحيضة. طب المدة التانية علشان المرأة تهدأ نفسيا، لأن خارجة من تجربة، وتجربة ممكن تكون صعبة، وتعبت مع الزوج الأول إلى أن انتهى الأمر بالطلاق. مش هنطلعها من واحد نلبسها في واحد. فالشرع ادها فرصة إيه؟ تهدأ فيها النفس وتستقر، لأن براءة الرحم هتبان بحيضة، مش كده؟ لأنها لو حاضت تبقى مش حامل، إن المرأة الحامل إيه؟ لا تحيض. فهنعرفه بإيه؟ بأول حيضة. طب هي هتقعد حيضة تانية وتالتة ليه؟ عشان تستريح نفسيا، لأن طلع من تجربة وفيها كسر نفسيتها وانتهت التجربة بطلاق، فهنسيبها لغاية ما إيه؟ ما تهدأ نفسيا، تهدأ نفسيا. أما في الزواج الذي لم يدخل بها فما فيش تجربة، ما عندهاش إيه؟ تجربة معاه، لأنه لم يدخل بها فهي ما عندهاش نوع من الخسارة. والرحم غير مشغول بشيء لأنه لم يدخل بها، فمش محتاجين لحيضة ولا اتنين ولا تلاتة. طب أمال بتعتد ليه هي لما يموت عنها زوجها؟ يقول إنه المرأة في حالات الطلاق بيكون في كره بينها وبين الزوج أدى إلى الإيه؟ إلى الانفصال، أدى إلى الانفصال، فمش محتاجة هي الإيه؟ لعدة، لأنها طلقته عن كره، أو طلقها وهو كاره لها وهي كرهته، فحدثت الكراه. لكن المرأة التي مات عنها زوجها انكسرت بموته، حدث انكسار بإيه؟ بموته. ممكن يكون كان في وفاق بينهما وفي مودة ومحبة نشأت بينهما في فترة الإيه؟ في هذه الفترة قبل الدخول، بعد العقد وقبل الإيه؟ قبل الدخول. فهي لما مات انكسرت وحدث عندها حزن، فلابد من مراعاة نفسيتها،
فبنعطيها مدة قبل أن نزوجها لآخر. الشرع أعطاها مدة قبل أن نزوجها لآخر، وهذا فيه يدل على حكمة التشريع، على أن التشريع يتعامل مع نفسيات البشر بما يعالجها ويداويها، بما يعالج النفسيات البشرية ويداويها. هذا في المرأة التي لم يدخل بها ليس لها عدة إلا أن يموت عنها زوجها، فعدتها 4 أشهر و10. المرأة التي لا تحيض أو يأست من المحيض عدتها 3 شهور، عدتها 3 شهور. طب المرأة التي تحيض عدتها 3 قروء وهي حيضات تطهر منهن، 3 حيضات تطهر منهن للمرأة اللي تحيض، يبقى اللي ما بتحيضش عدتها 3 شهور، واللي بتحيض عدتها 3 قروء اللي هي 3 حيضات تطهر منهن. هذا في حيضة حيضة في عدة المرأة. والمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، عدتها 4 أشهر و10. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في طلاق السنة. في طلاق السنة. عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائط، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائط. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، فأمره أن يراجعها. يراجعها يعني حسبت طلقة، يراجعها يعني حسبت طلقة، لأن المراجعة تكون بعد الطلاق. وكلمة يراجعها دي في خلاف بين أهل العلم فيها، وهي اللي أدت إلى وقوع الخلاف هل يقع الطلاق في الحيض أم لا. عموما الأئمة الأربعة على أنه يقع إذا طلقها وهي حائض أن الطلاق يقع، خلافا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة، وهي أنه أوقع الطلاق في الإيه؟ في الحيض، لم يقع الطلاق في الحيض. طب إيه دليله على أنه لم يقع الطلاق في الحيض؟ قال ده طلاق بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطلاق البدعي ليس من أمرنا فهو مردود، الطلاق البدعي ليس من أمرنا فهو مردود. فنحن نقول الطلاق من أمرنا. الطلاق من إيه؟ من أمرنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابي: الطلاق مرتان. إذن فيه إيه؟ طلاق، فيه طلاق مشروع. طلاق إيه؟ مشروع. الذي ليس من أمرنا هو إيه؟ هو أن يطلق في الحيض، هو أن يطلق في الحيض، فهو يأثم على ذلك. إذا طلق في الحيض أثم على ذلك ووقع الطلاق. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أوقع الطلاق البدعي، يعني هو قال الطلاق الثلاثة، الطلاق ثلاثا طلاق بدعي ويقع واحدة. يبقى شيخ الإسلام أوقع طلاق بدعي، وهو طلاق ليه؟ الطلاق ثلاثا أوقعه شيخ الإسلام وعده واحدة. فإذا كان أوقع الطلاق البدعي هنا يوقعه هنا، يوقعه في هذه المسألة. هذا عموما مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله. فأمره أن يراجعها. قال: قلت: فيعتد بتلك التقليلة التطليقة؟ قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ أرأيت إن عجز واستحمق، يعني لم يراجعها، هل تحسب طلقة أم لا؟ إذا طلقها في الحيض ولم يراجعها، هو يراجعها لتصحيح الموقف، يراجعها وتحسب طلقة، ثم ينتظر حتى تطهر، فإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه، وإن شاء أمسكها، وإن شاء أمسك. يبقى إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا اللي هو طلاق في الحي، وأراد أن يصحح الموقف، يبقى يراجعها ثم ينتظر حتى تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك. عن سالم عن أبي، اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. إذا كانت حامل يبقى وطلقها يبقى الطلاق ده إيه؟ طلاق سني، طلاق صحيح. يبقى المرأة تطلق في طهر لم يمسها فيه أو في حمل بين، أو في حمل بين، وخلاف ذلك هيبقى طلاق إيه؟ بدعي. إذا طلقها في طهر مسها فيه أو في حيض أو في حيض فإنه يكون هذا الطلاق طلاقا بدعيا. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر، وقد روى هذا روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، هذا طلاق السنة. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، طلاق ثلاثة ما يبقاش سني، يبقى طلاق إيه؟ بدعي ويقع واحدة. لكن لو طلقها واحدة واحدة قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ويقصد في كل واحدة إنشاء طلاق جديد، يبقى إيه؟ يبقى هذا طلاق ثلاثا وهو طلاق سني إذا كان في طهر، إذا كان في طهر لم يمسها فيه، وهو قول الثوري وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء يعني وهي حامل. وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، عند كل شهر تطليقة يعني في الحامل. والصحيح أنه حتى لو كان في المجلس الواحد وقال لها أنت طالق وأنشأ طلاق جديد فقال أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق ثلاث. باب في الرجل طلق امرأته البتة، يعني طلاقا مبتوتا، يعني الطلاق بائن بينونة كبرى اللي هو الطلاق الثلاث. قال أبو عيسى، يعني الحديث الوارد في هذا الباب ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. البتة يعني لو قال لها أنت طلق ثلاثا يبقى تقع إيه؟ واحدة، وهذا هو الصحيح. وعلي رضي الله عنه جعلها ثلاثا، وهذا يخالف قول الله تعالى إيه؟ الطلاق مرتين، ربنا ما قالش الطلاق طلقتين. لو جاءت الآية الطلاق طلقتان يبقى الأول لمراته أنت طلق ثلاثا تطلق إيه؟ ثلاثا. لكن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ الطلاق مرتين، الطلاق مرتين، يبقى لابد نكون مرة وبعديها مرة وبعديها مرة. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاث فثلاث. يعني هذا في الايه؟ في الواحدة بعد الواحدة، في الواحدة بعد الواحدة. أما في اللفظ الواحد أن يقول أنت طالق ثلاثا فهذه لا تقع إلا واحدة، هذه لا تقع إلا واحدة. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب في أمرك بيدك، يعني إذا قال الرجل لامرأتي أمرك بيدك، يعني حدث نزاع فاختلفوا فقال لها خلاص أمرك بيدك، عايزة تطلقي طلقي نفسك، هذا فيه تفويض زي التوكيل، يعني وكلها في تطليق نفسها إن شاءت، وكلها في تطليق نفسها إن شاءت. فيقول قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، يعني تطلق نفسها مرة واحدة فقط، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت، يعني إذا طلقت نفسها ثلاثا تطلق ثلاثا. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه،
كان القول قوله مع يمين. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر وهو أنها إذا جعل أمرها بيدها، إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه، قول الزوج مع يمين، وقال أنا ما اديتهاش إذن إلا تطلق نفسها مرة واحدة، إن هذا توكيل، والتوكيل الوكيل يتصرف تصرف الإيه؟ الموكل فقط لا يزيد عليه. يعني لو الموكل قال للوكيل بيع الكوباية دي، راح باع البيت، هذا التصرف يصح؟ لا يصح، ما وكلوا في هذا، ما وكلوا في هذا. أما إذا أعطى توكيل عام في أن يتصرف في كل شيء فباع البيت، يبقى التصرف صحيح، يبقى هذا التصرف صحيح. لكن إذا كان هناك توكيل خاص إن أنا وكلت في أن يبيع هذا الكوب فذهب فباع البيت، فهذا البيع غير صحيح، لأنه تصرف غير موكل فيه، غير مأذون له فيه، ويسمى بيع الفضولي، إن ده صار فضولي، فعل فعل ليس له فيه، ليس له أن يدخل فيه. كذلك إذا أعطاها إذن أن تطلق نفسها مرة فطلقت نفسها ثلاثا، إنه يقع إيه؟ مرة، لأن الزيادة غير مأذون فيها، وهذا تصرف غير مأذون فيه، وبالتالي لا يكون هذا التصرف صحيح، لا يكون هذا التصرف صحيح. لو قالوا هذا التصرف يتوقف على إذن الموكل، فإن أذن فصح، مش مشكلة، المعنى يصح. يعني لو قالوا إن وكلنا الوكيل في بيع الكوب فباع البيت، فتصرفه هنا يتوقف على إذن موكله، فإن رضي صار البيع صحيحا، وإن لم يرضى وقع البيع إيه؟ بطل. ما فيش مشكلة، ما يعودش على الكلام اللي احنا بنقوله بالنقد، احنا بنقول ده تصرف غير مأذون فيه لا يصح. طب صاحبه رضي، يبقى كأنه صاحبه أذن له في أن يبيعه. فكذلك لو قالوا الكلام ده، لو قالوا ان هو اذا رضي الزوج بانها طلقت نفسها ثلاثا، يبقى هذا اذن فيه في هذا. لكن الاصل انه لو اذن لها ان تطلق نفسها مره فطلقت ثلاثا، انه يقع واحد. لكن لو اذن لها ان تطلق نفسها ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا، ان هذا يقع. لو طلقت نفسها ثلاثا وادعت ان الزوج اذن لها ان تطلق نفسها ما شاءت وأنكر الزوج، يبقى القول قوله مع يمينه، القول قول الزوج مع إيه؟ مع يمينه. يبقى يقول إن هو لم يأذن لها إلا في مرة واحدة، ويقسم بالله العظيم إنه ما أذن لها إلا مرة واحدة، ويؤخذ بهذا القول وتكون طلقة إيه؟ واحدة، تكون طلقة واحدة. باب في الخيار. عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟ الخيار ليس بطلاق. لو الرجل خير امرأته قال لها عايزة تعيشي معايا، خلاص عيشي، يعني مش عايزة تعيشي خلاص تكوني طالق مثلا، ها؟ فهي اختارت أن تعيش معه وأن تستمر الحياة الزوجية، هذا ليس بطلاق، الخيار ليس بطلاق. لأن الله سبحانه وتعالى خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فخيرهم بين هذا وبين ذاك، فهم اختاروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الخيار. فروي عن ابن مسعود عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، إن اختارت نفسها إنها لا تعيش مع الزوج فواحدة بائنة. بائنة يعني إيه؟ يعني لو أراد أن يراجعها يبقى بعقد جديد ومهر جديد. إذا بانت منه لا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر
جديد كالتي انقضت عدتها، كالتي انقضت عدتها. وروي عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة، إنها تكون طلقة يملك فيها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، يبقى هذا ليس بطلاق. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. أما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. يعني هنا قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة، أو واحدة تملك الرجعة. الحقيقة الأميل للسنة أن تكون واحدة يملك الإيه؟ الرجعة. وإن اختارت زوجها فلا شيء، إن هي اختارت زوجها يبقى ده مش طلاق، يبقى ده مش طلاق. وعن علي قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. لا، هذا ليس بطلاق، هذا ليس بطلاق. يبقى هي إذا اختارت نفسها، خيرها أنها تعيش ولا لا تريد العيش معه، فاختارت نفسها أنها لا تعيش، فيبقى هذه واحدة طلقة واحدة. الخلاف فيها أن يملك الرجعة ولا يملك الرجعة، الأقرب أن يملك الرجعة، أن يراجعها. إذا اختارت زوجها فهذا ليس بشيء، يبقى هذا ليس بطلق. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، لأن انقطعت العلاقة الزوجية. لكن في الطلاق الرجعي انقطعت، لا، متى تنقطع؟ بعد العدة، بعد العدة. يبقى هي لها نفقة مدة العدة ولا ملهاش؟ لها نفقة وسكنة وكسوة، ها، كل شيء كان لها هيستمر إلى أن تنتهي العدة، إلى أن تنتهي العدة. باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: دخلت علي فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، لأنه كان أعمى. إذن المرأة ليس لها نفقة ولا سكنة، يعني اللي هي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، اللي هي طلاق البتة، أي الطلاق ثلاثا. فهذه لا نفقة لها ولا سكنة، ولا تعتد في بيت زوجها، لأن العلاقة الزوجية انتهت. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة، لأنه لا يملك الرجعة فليس لها سكنى ولا نفقة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله تعالى، قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: هو البذاء، يعني أن تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي: ولا نفقة لها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. العمدة هنا في حديث فاطمة بنت قيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها هي أنها لا نفقة لها ولا
سكنة. وإذا صح الحديث يعني يبقى نرجع إليه ولا نعتمد على قول أحد. والقضاء كان فيها هي في فاطمة بنت قيس، وهي التي حكت ذلك، وهي كانت صاحبة المصلحة، لو كان لها نفقة أو سكنة لذكرت ذلك. باب لا طلاق قبل النكاح. لا طلاق قبل النكاح، يعني واحد خطب واحدة قال لا أنت طالق مثلا، لا تطلق. لكن متى تطلق؟ لا، متى تطلق؟ إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، فإذا بنى عقد عليها تطلق. إذا عقد عليها تطلق، لأنه اشترط أنه أول ما يعقد عليها تطلق. فهذا هذه الحالة. لكن أنه قبل النكاح هي امرأة أجنبية، يعني لو واحد رأى امرأة تسير في الطريق قال لا أنت طالق، كلام هذا إيه؟ ليس له أي قيمة، ملوش أي قيمة، إنه ليس هناك علاقة قائمة بين الرجل وبين المرأة لكي يطلق. فلا طلاق قبل النكاح. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني لو نذر الإنسان نذر فيما لا يملك إن هذا لا يقع، إن هذا لا يقع. ها، وإذا عتق ما لا يملك، يعني قال عبد فلان ده عتيق، هذا لا يملكه عشان كي يعتقه، يبقى هذا لا عتق فيه، ولا نذر فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. يبقى إذا طلق ما لا يملك فإنه لا يقع، إلا إذا كان موكل عنده توكيل بالطلاق. يعني لو واحد وكل واحد أن يطلق له زوجته، يبقى هذا الطلاق يقع مع أنه لا يملكها، أنه لا يملك، لكن مع إذن من المالك، مع إذن من الإيه؟ من المالك بالطلاق. يقول وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي، وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. وقد روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. يعني قال إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق، يبقى في هذه الحالة إذا تزوجها إيه؟ تطلق. لكن قبل أن يتزوجها ما فيش حكم، لأنه لا يملك شيء. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. وقال أحمد إن تزوج لا أمر أن يفارق امرأته. وقال إسحاق إن أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته، ووسع إسحاق في غيرها. يعني إذا قال إن واحد قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، يبقى هذا لا يتزوج، أنه أي امرأة تزوجها لا تحل لها، تكون إيه؟ ستكون طالق، ستكون طالق في ذلك. لكن هو يقول يعني أن بعض أهل العلم قال أنه يجوز أن يتزوج، يجوز أن يتزوج ولا يؤخذ بالطلاق اللي أوقعه في القديم، يعني قبل النكاح، وأنه لا طلاق له لأنه لم يكن يملك في هذا، وبالتالي فلا طلاق له لأنه كان لا يملك. فبيقول بس ابن المبارك بيقول إذا كان الإنسان بيعتقد هذا قبل أن يتلفظ بهذه الكلمة
انه هو انه الكلام ده مش حي... لا يؤخذ به لانه لا طلاق فيما لا يملك، فحينئذ يجوز له ان يستمر في النكاح، والا فيكون ممن يتتبع رخص العلماء، يكون ممن يتتبع رخص العلماء. باب ان طلاق الامه تطليقتان، باب طلاق ان طلاق الامه تطليقتان مش ثلاث، يعني الامه يعني الجاريه، الجاريه ملك اليمين. قال ابو عيسى: والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق، لان الاحكام المتعلقه بالامه نصف الاحكام المتعلقه بالايه؟ بالحره، وكذلك العبد نصف الاحكام، العبد له نصف الاحكام المتعلقه، يعني بيقام عليه نصف الحد مثلا، ويقام على الامه نصف الايه؟ نصف الحد، فينصف له. فهنا التنصيف ياخذ بايه؟ باثنين، يعني بدل ثلاث ياخذ باثنين. باب في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، وده أمر يعني فيه رحمة بالناس، هذا أمر فيه رحمة بالناس، وهذا يدل على رحمة هذا التشريع الإلهي الذي لا يوجد تشريع مثله في الكون كله، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. فإنه الإنسان لا يؤخذ بما حدثت به نفسه، لو حدث نفسه أن يطلق زوجته فإنه لا يأخذ بهذا حتى يتلفظ به، حتى يتلفظ به. وده كمان يعني بعض الناس اللي عندهم وسواس قهري بيتعبوا من هذه المسألة، لأنه يعني بيقعد يفكر أحيانا في أن يطلق زوجته وكذا وكذا، فهل يقع الطلاق لا يقع الطلاق. فهذه هذا الحديث يعالج هذه النفسية من هذه الناحية، أنه لا يقع الطلاق حتى يتلفظ به، حتى يتلفظ به. فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق يقع الطلاق، واللفظ غير الصريح يحتاج لنية. لو قال لها روحي البيت، روحي بيت ابوكي، انا مش عايزك زوجه، انت ما تصلحيش زوجه كذا، هذه الفاظ غير صريحه في الطلاق، لابد ان يقترن معها نيه الطلاق. اذا اقترن معها نيه الطلاق يقع، واذا لم تقترن معها نيه الطلاق لا يقع. هذه الفاظ غير صريحه في الطلاق. ومن الالفاظ غير صريحه في الطلاق علي الطلاق، ده لفظ غير صريح في الطلاق يحتاج لنيه، لازم يكون مع نيه الطلاق. إذا لم تصاحبه نية الطلاق لا يقع، ويكون يمين يكفرها، يبقى هذا أثى على سبيل اليمين، والطلاق ليس يمينا. الطلاق ما هوش حلفان، الطلاق ما هوش إيه؟ حلفان، ده إبطال أثر مترتب على عقد صحيح، إبطال أثر مترتب على عقد صحيح، ما هوش حلفان. اللي يحلف يحلف بالله، إذا حلف بغير الله يأثم، يأثم. إذا حلف بغير الله يأثم، وإذا حنث فيه يكفر عن يمينه أيضا، يعني يأثم ويكفر عن يمينه. فهو لو قال عليه الطلاق لا يفعل كذا ولم يفعله ولا ينوي به الطلاق لا تكون امرأته طالق، لكن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ننهي بهذا الحديث، وهو قول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في الجد والهزل في الطلاق، باب في الجد والهزل في الطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني لو واحد بيهزر مع واحد وقال له أنا زوجتك ابنتي، فقال قبلته، يبقى هذا زواج، بهذا زواج ليس فيه هزل. وإذا قال إنسان بيهزر مع زوجته وقال لها أنت طالق تطلق، هذا ليس فيه هزل، هذا الأمر ليس فيه هزل. لو واحد بيلاعب عبده قال له أنت عتيق، يبقى عتيق،
ده ما فيهوش ايه، ما فيهوش هزار في قضايا ما ينفعش فيها الهزل، لان الشرع لو فتح باب الهزل فيها لا تثبت الاحكام. كل واحد هيقول لك، يقول له ايه، واحد طلع امراته تتكلم يقول لك انا ما اقصدش الكلمه طلعت كده، ده انا بهزر، ده انا بعمل، ده انا كذا، ده انا ما مش واخد الموضوع بجد، يبقى هتضيع الاحكام. لما نقول جدهن جد، جدهن جد، وهزلهن جد، يبقى هنا كل واحد ايه يلزم حدوده، كل واحد يلزم حدوده وحافظ على الكلمات التي تخرج منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، يعني في مراجعة الرجل لامرأته، وكذلك في العتق أيضا ليس فيه هزل. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيرهم، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك، وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك. يعني هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر ليس فيه هزل، اللفظ الصريح في الطلاق يقع به الطلاق على أي حال، لا فيه هزل ولا إيه ولا جد، ولا يقول مش ناوي ولا ما كانش عندي نية ولا مقصدش ولا أقصد، خلاص اللفظ الصريح ملوش حل. اللفظ غير الصريح بندور له على نية، كان في نية الطلاق معاه ولا ده نية تهديد ولا تأكيد ولا كذا، في الألفاظ غير الايه غير الصريحة لابد يصاحبها نية، نية الطلاق. إنما الألفاظ الصريحة ملهاش حل، يقع بها الطلاق مباشرة. هنقف عند باب ما جاء في الخلع، ما جاء في الخلع، واكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.